تفانيش ما تفانيش ما تفانيش ما تفانيش انا ماشي خاتم تربيه ما تفانيش انا قريت شتك انا قريت باك انا قريت باك انا قريت إذن مع الأسف كما كان منتظرا يعني استغلال الجائحة من طرف السلطة العمومية في الرباط وفي مختلف مدن المغرب يعني من أجل أنه يتم المنع نتاع الوقفات الاحتجاجية نتاع النقابات التعليمية والضرب والسحل والسب والشتم. إذن هذا الشيء هذا نرفضه وهذا الشيء هذا يسيء لبلادنا وهذا الشيء هذا احنا بالنسبه لنا كنقابات سوف لن نلعب الدور نتاع تأتيت المشهد نتاع الديمقراطيه المغشوشه. نريد ديمقراطيه حقه، وباش تكون الديمقراطيه الحقه اولا وقبل كل شيء انه خص يتضمن لنا الحق في الاحتجاج، وخص يتضمن لنا كذلك المفاوضات والحوار القطاعي. اللامبالاه اللي ماشيه فيها الحكومه وماشي فيها وزير التربيه الوطنيه يعني يا هاد اللامبالاه لا تخدم بلدنا ولا تخدم المنظومه ديالنا. نشارك اليوم في الوقفه الاحتجاجيه التي دعت اليها النقابات والتنسيقيه الوطنيه للاساتذه حبيسي الزنزانه 9 خريجي السلم التاسع للمطالبه بالترقيه استثنائيه لكل من استوفى 14 سنه، اسوه بالزملاء ديالنا خريجي السلم العاشر بعد أن أصبح التخرج في هذه الوزارة بالسلم العاشر. كاين اللي قضى 20 سنة، كاين اللي قضى 18 سنة، كاين اللي قضى 25 سنة. أولادنا كيقريو تقريبا حدانا ولاو في السلم 11، والأستاذ باقي في السلم 10 مع الغلاء ديال المعيشة والأطفال في المدارس سميتو ولات الأجر غير كافي وغير موائم للحاجيات. وبالخصوص العداله، المهم العداله الاجريه هي اللي اساسي باش تخلى الوضع النفسي ديال الاستاذ يكون شويه